السيد زايد، كان هناك شق مستعجل في هذه المحاكمة ومجرياتها أمس وأول من أمس. هذا الشق المستعجل يتعلق بقرار قيل إن المحكمة ستخرج به يطالب إسرائيل بوقف هذه الحرب. ماذا عن هذا الشق المستعجل؟ نعم، هذا القرار الأولي، هذا القرار المستعجل لأن هناك حرب، وهذه الحرب تؤدي إلى حرب إبادة بالدليل القاطع الذي قدمته جنوب أفريقيا مشكورة. القرار الأساسي في الموضوع هو وقف إطلاق النار، ومن ثم متابعة المداولات من أجل الوصول إلى إثبات قضية الإبادة الجماعية، وهذا اللي بياخذ وقت. بس مبدئيا أعتقد خلال أيام سيكون هناك قرار استعجالي، ألا وهو وقف إطلاق النار. مع العلم أنت تعلم أخي خالد، نعم، أنه اليوم كان بالأمم المتحدة مداولات من أجل عدة قرارات، وأهمها هو وقف إطلاق النار. كان الخلاف عليه كثيرا، ومع العلم تم إجماع من قبل الجميع على أنه لا يمكن أن يتم ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة الحبيبة لا إلى الدول المجاورة ولا حتى داخل الأراضي الفلسطينية، فيجب عودة كل الفلسطينيين إلى أرضهم، لأنه هذا الشيء طبيعي. هاي أرض فلسطينية، هذا الشيء الذي تقوم به إسرائيل من قطع الماء وضرب البنية التحتية، والإعلاميين لعدم نقل الحقيقة. وأنا اسمح لي هون أوجه لكم تحية، وتحية لكل الإعلاميين الذي وصل عددهم إلى أكثر من 112 شهيد. هذول لعدم نقل الحقيقة الذي استعانت بها جنوب إفريقيا في تقديم مداخلاتها ومرافعاتها من خلال الفيديوهات. طيب، فيما يتعلق عند هذه النقطة أستاذ زايد، اسمح لي، فيما يتعلق بدفوع جنوب إفريقيا التي وصفتها أنت بأنها قدمت بامتياز، وصفة الوضع في قطاع غزة الذي يدل على أنه بالفعل أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية، هل كان هناك نوع تنسيق بينكم وبين جنوب إفريقيا، أنتم كحركة فتح أو سلطة فلسطينية أو مجموعة عربية، هل كان هناك تواصل ما مع الوفد الإفريقي القانوني؟ طبيعي، أكيد. الشيء الجميل اللي بدي أحكي لك إياه أنه جنوب إفريقيا عندما كان في، أرجع لك قليلا، نعم، في 11/2/1990 عندما أعلن عن إفراج عن نيلسون مانديلا هذا المناضل الكبير، كان هناك فرحة كبيرة عند الشعب الفلسطيني، لأنه هاي وضع أول لبني ضد الأبارتهايد، ضد الظلم القائم على جنوب أفريقيا. وأعتقد هذا الشعب العظيم قدم مرافعة رائعة، وطلع الوفد نفسه برئاسة كل الوفد مجتمعا، خرج إلنا عندما كنا أمام محكمة العدل الدولية، وتم حوار ولقاء، ونحن طبعا سيكون لنا زيارة قريبه خلال الأيام القادمة من أجل شكر جنوب إفريقيا، كما تم في كل أنحاء العالم الشكر لجنوب إفريقيا. نحن واجبنا الوطني والأخلاقي، وأنت تعلم أن هناك في هولندا موجود محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لزام علينا أن نبقى دائما في تقديم الرواية الفلسطينية وتقديم الرواية الحقيقية، وليس الفيلم الهوليودي الذي تقدمه إسرائيل. طيب، شكل هذا التعاون هو يا أستاذ زايد، لو تطلعني على شكل هذا التعاون بينكم وبين الوفد الجنوب إفريقي، الوفد القانوني الذي مثل بالأمس وأول من أمس أمام المحكمة. الحقيقة الذي يتعاون بشكل واضح هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. نحن بالنسبة لنا نقدم الدعم المعنوي، نقدم ما هو ما نستطيعه من إيجاد رأي عام هون مدني في من خلال المؤسسات والمنظمات الغير حكومية ومناصير الشعب الفلسطيني وحركات التحرر بشكل كامل. الدعم الرئيسي لجنوب أفريقيا هي كل المواد التي قدمت. بصراحة قدموا ملف احترافي، هم جهزوا هذا الملف، استعانوا بكثير من المواد التي قدمت على الأرض من قتل وقطع ماء وكهرباء، وهذا تم بلسان وزراء الكيان الصهيوني من سموتريتش ومن بني نتنياهو ومن وزير العدل، من وزير ما يسمى بالتراث الإسرائيلي، ومن الجنود أنفسهم اللي كانوا يتباهوا بقتل الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال.